مشاهدينا نناقش هذا الموضوع الآن مع المحلل الأمني والسياسي الدكتور سلام الزبيدي. أهلا ومرحبا بك في نشرة الثامنة سيد سلام. بداية، ماذا يعني قرار تحرير العراق عسكريا والذي اتخذته بعض الفصائل؟ نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، مساء الخير عليكم وعلى كل مشاهدي قناة يو تي في. يعني بكل تأكيد الآن المنطقة تغلي على صفيح ساخن بسبب العدوان الإسرائيلي الظالم على أبناء الشعب الفلسطيني وعلى قطاع غزة، والذي تعدى كل الأعراف الدولية والإنسانية، وهناك إبادة جماعية وجرائم ترتكب بشكل يومي إلى يعني أمام أبناء الشعب الفلسطيني. وبالتالي أعتقد أنه المنطقة تتأثر بشكل كبير بهذا التصعيد. وبالتالي يعني أنا أعتقد أنه اليوم يعني أمريكا هي جزء من هذا الصراع، على اعتبار أن الولايات المتحدة الأمريكية هي من تدعم هذه الحرب، وهي من ترعى الجانب الإسرائيلي، ولم يكن لديها موقف، على الأقل موقف إنساني، بإيقاف نزيف الدماء وتحديد معايير الحروب أو مواثيق الحروب التي لا تستهدف المدنيين والعزل. وأعتقد أنه اليوم العراق يتأثر بشكل كبير جدا، على اعتبار أن هناك فصائل مقاومة ضمن محور المقاومة، وتضامنا مع أبناء الشعب الفلسطيني، حالها حال أي إنسان حر بالعالم الآن يتعاطف مع الشعب الفلسطيني ومع القضية الفلسطينية. وأيضا كان موقف العراق كحكومة وبرلمان هو الموقف الأكثر قوة بصراحة بالمنطقة، من خلال الدعم الكامل للقضية الفلسطينية. بصراحة أنه اليوم يعني ضرب القواعد الأمريكية واستهدافها بالعراق يعني قد يجر المنطقة إلى إتون حرب واتساع رقعات الحرب، ممكن أنه بصراحة تأكل الأخضر باليابس ويكون العراق المتضرر الأكثر بها، لأن اتساع رقعات الحرب ممكن أن تؤدي إلى مزيد من الدماء. وبالتالي أيضا جر المنطقة إلى حرب يعني بصراحة تمتد إلى أمد طويل. لذلك من المنطقي أن يكون هناك على الأقل واقعية في التعامل مع هذا العدوان الإسرائيلي، وأيضا واقعية بالتعامل مع خروج القوات الأمريكية أو إيقاف دعمها لإسرائيل بهذه الحرب الظالمة. وأمريكا بصراحة ليس من السهولة أن تخرج من العراق ومن منطقة الشرق الأوسط، لأن لديها مصالح، ومصالحها يعني تؤمن من خلال وجودها بالعراق تحديدا، وهي تعرف أن هناك تمدد روسي وصيني ونفوذ بالمنطقة بمنطقة الشرق الأوسط. وبالتالي هي تعلم أنه أي انسحاب لقواعدها وقواتها ممكن يأثر على وجودها ومصالحها بالمنطقة بشكل كبير. طبعا سيد سلام، يعني هناك جماعات معروفة حتى الآن لم تعلن أي موقف بشأن هذا الموضوع، برأيك هل هذا الموقف يعني مثار انقسام داخل الإطار التنسيقي، يعني الجهة التي شكلت الحكومة؟ يعني بكل تأكيد، تعرفين اليوم يعني الحكومة تشكلت من عدة كيانات سياسية، من ضمنها يعني العام الأغلب للموجود داخل الكابينة الحكومية والبرلمان العراقي الجهة التشريعية، هم ممكن يكونون من ضمنهم فصائل المقاومة اللي موجودين أصلا بالساحة. يعني كثير من عندهم يشكلون أحمدة أساسية بالإطار وبالحكومة والبرلمان، وبالتالي يجب أن يكون هناك موقف واحد. يعني ما ممكن أنه يتبنى أي طرف من الأطراف الموضوع على يعني بصورة انفرادية أو اجتهادية، يجب أن يكون هناك موقف واحد لوجود القوات الأمريكية بالعراق، وأيضا التعامل مع وجودها أيضا يجب أن يكون من خلال الحكومة والبرلمان العراقي. طيب الحكومة بذاتها لم ترد، دولة عميقة حتى الآن يعني لم ترد رسميا حتى الآن على الدعوة التي جاء بها السيد الصدر، ولا حتى على مطالبة العامري. يعني هل تتوقع أن هناك مفاوضات سرية تجري في الغرف المغلقة؟ يعني بصراحة أولا يعني الحكومة هي ردت على دعوة السيد مقتدى الصدر
بأنها قد يعني بصراحة قد تحرج الحكومة أن عندما تقدم على خطوة لطرد السفيرة وإغلاق السفارة الأمريكية بالعراق، بالتالي هي الحكومة يعني بصراحة يحكمها مواثيق واتفاقات استراتيجية وأعراف دولية في وجود التمثيل الدبلوماسي والسفارات بالعراق، بالتالي يعني ما ممكن أن الحكومة تتعاطى مع المواقف الشعبية بطريقة عشوائية. يعني الحكومة نعم قد تتفق بالرؤى اللي يتبناها السيد مقتدى الصدر وفصائل المقاومة، ولكن يجب أن تتعامل بواقعية سياسية. ما ممكن أنه تقدم على خطوة طرد السفيرة أو إغلاق السفيرة وفي وقت العراق بصراحة يمر بظروف صعبة، ولم يصل العراق إلى القدرة والمقدرة أنه يتخذ هكذا قرار استراتيجي في ظل النفوذ الأمريكي الكبير سياسيا وأمنيا واقتصاديا. مجرد تلويح بالدولار والبنك الفيدرالي حدثت انهيارات اقتصادية بالسوق العراقي. كيف النوب نفتح جبهة وممكن أنه نقطع العلاقات مع الولايات المتحدة الأمريكية بهذه الطريقة؟ ممكن أنه بصراحة هذه الدعوات تحرج الحكومة بشكل كبير، رغم أن الحكومة قد تكون بالعاطفة تتعاطف نعم مع الجهات التي تتبنى خروج القوات الأمريكية، دعم دعم القضية الفلسطينية، لكن هذه بصراحة يعني تحتاج إلى آليات ودبلوماسية عالية من أجل الوصول إلى هذا. سيد سلام، يعني أود أن أسألك الآن عن يعني بوصفك محلل أمني وسياسي كذلك، أسألك عن التغييرات، سلسلة التغييرات العسكرية التي أعلن عنها سيد رئيس الوزراء. كيف تلقيت نبأ تغيير عسكري بوزن عبد الوهاب الساعدي في هذه المرحلة الأمنية الحرجة، مع أن الرجل يعني صاحب تاريخ في مواجهة عصابات داعش والإرهاب؟ نعم، بكل تأكيد تغيير القادة العسكريين وخاصة في المناطق الرفيعة المستوى يعني كجهاز مكافحة الإرهاب تحتاج إلى دراسة ويعني جدوى اتخاذ القرار. يعني لابد أن يكون هناك معايير في تغيير قائد بحجم واسم عبد الوهاب الساعدي، وهو بصراحة له صولات وجولات، وأيضا هو حتى في وقت حكومة السيد عادل عبد المهدي كان هناك إقصاء إلى وحالته إلى الأمرة، وأيضا هذا الأمر سبب ضجة كبيرة بالشارع ورفض كبير لهذه الخطوة. فبالتالي أعتقد أنه مسألة التغيير هي بطبيعة العمل العسكري مسألة طبيعية جدا، على اعتبار أنه قد تكون هناك رؤية للقائد العام للقوات المسلحة والمؤسسة الأمنية في تدوير القادة من أجل النهوض بالمؤسسة. أنا أعتقد أنه قد يكون هناك تفاهم مع السيد عبد الوهاب الساعدي بهذا الأمر، والتغيير قد يكون هو لمصالح عليا للبلد تخص الجانب الأمني. يعني فيما يخص قيادة عمليات بغداد، اعتادت كل الحكومات المتلاحقة أنه عندها يعني رؤية معينة بقائد معين ممكن أن ينفذ فلسفتها الأمنية داخل هذه المؤسسة. وأعتقد بالتالي هو ليس المهم تغيير الأسماء بقدر ما أن يكون هناك تغيير للآليات والارتقاء بمستوى وعمل حجم المؤسسة الأمنية نحو الأفضل. شكرا جزيلا لك على كل هذه التوضيحات والتحليلات، المحلل الأمني والسياسي الدكتور سلام الزبيدي.